من محمد صلاح. خلينا نروح لموضوع تاني وده هو موضوع مهم بقى. موضوع التحكيم في مصر. اتحاد الكورة قرر انه يتعاقد مع مارك كلاتنبرج. انا معرفش وظيفته ايه. معرفش هو هيبقى رئيس للجنة ولا مدير للتطوير ولا مستشار للاتحاد. فانا ارجو اتحاد الكورة بعد ما الراجل جه واستلم يطلع كده يحط على الموقع بتاع اتحاد الكرة على صفحة الاتحاد الله يخليكم انا مش عايز اجيب لكم حاجات لسه غلط على صفحات الاتحاد. حضرتك تطلع تقول مارك كلاتنبرج بيشتغل ايه عشان ابقى عارف. لانه امبارح قلت لكم انه حصل اتصالات مؤكدة مع اتنين، واحد منهم اتصال مباشر يعني الو كابتن ازايك اللجنة اللي واحد تاني بتتبعت له الرسائل كده من بعيد، ها مش عارف ايه، لكنه دايركت. لا لكن في شخصية تم الاتصال بيها، كابتن سمير محمود عثمان من الاخر يعني تم الاتصال بيه والقصة والحدوتة واللي وخلوا بيجسوا نبض الكابتن ياسر عبد الرؤوف ان شاء الله حتى عن طريق يعني ايه اخبار تتنطور في البرامج او تتكتب في مواقع. وقلت لك انه في بعض من اعضاء اتحاد الكوره ما زالوا متمسكين بالكابتن عصام عبد الفتاح. هل تغير موقف الكابتن عصام اللي كان قال لهم انا مستقيل في حاله وجود كلاتنبرج؟ ده مش قاله كمان في الغرف المغلقه، ده قاله على الهواء ان انا مش هقدر اشتغل معاه. في كلام كتير طالع النهارده انه الكابتن عصام وافق على الاستمرار، في كلام طالع بيقول كده. لكن برضه دي مش قضيتي، انا قضيتي ان احنا جالنا خبير اجنبي. اول ما قالوا في خبير اجنبي فوجئت ان هناك هجوم ضاري شديد عنيف كبير جدا، ازاي واحنا وما تجيبولناش خبراء اجانب؟ لا اجيب خبراء اجانب. لو ان هناك خبير اجنبي هيطور هينجح اهلا وسهلا. انا بجيب خبير اجنبي في المنتخب، بجيب خبير اجنبي للاتحاد، بجيب خبير اجنبي في لعبات اخرى، ما فيش ما يمنع ابدا ان اجيب خبير اجنبي جيد، خاصة من وجهة نظري ان انا شايف ان الحكام عندنا فاقدين اهم شيء الا وهو الثقة. فالحملة اللي شغالة دي انا مش شايف لها مبرر. هل الراجل نديله الفرصة عشان ينجح ولا هنبدأ كلنا نضغط عليه؟ خليني امسي على كابتننا الجميل كابتن ياسر عبد الرؤوف. مساء الفل يا كابتن ياسر. مساء الفل يا كابتن احمد، تحياتي لحضرتك ولكل مشاهدينك. ربنا يخليك. انا هسيب لك المجال تماما لان لك وجهه نظر قد تكون مخالفه تماما ليا، وبعد كده تسمح لي ان اناقشك. فحضرتك اتفضل قل ما لديك. مفيش والله يا كابتن احمد، ده هو طبعا الـ احنا دلوقتي بنتكلم في الوقت الضايع خلاص. نعم. احنا كنا بنتكلم في البدايات، لا يعني موجود عندنا خبره كتير وعندنا اسماء كبيره كتير وعندنا ناس عندها القدره ان هي تدير التحكيم في مصر. نعم. ولكن خلاص ده كلام وقته عدى. احنا دلوقتي قدام امر واقع، اتحاد الكره تعاقد مع خبير اجنبي علشان يطور التحكيم في مصر. حلو. وهنحاول احنا نحط الـ يعني الـ الكلام في محله علشان ما انتهش. نعم. اللي انا سمعته في المؤتمر ان الراجل بيقول انا متعاقد مع اتحاد الكوره على اعتبار اني خبير او مستشار لاتحاد الكوره. نعم. تمام. ولكن ما نقل لينا ان هو راجل مسؤول عن اداره التطوير او تحديدا رئيس اداره التطوير. ده جزء. اما وان خلاص هو ده الاختيار، واما وان ان الراجل موجود وان هو جاي علشان يطور المنظومه، فاي واحد هيقعد في المكان ده احنا هنسنده خلاص. ممكن يا جماعه خلوا الكاميرا بيني وبين الكابتن ياسر فقط بعد اذن حضراتكم، يعني اتفضل يا كابتن ياسر. يعني ده موضوع منتهي. بالظبط كده. لو انا ياسر عبد الرؤوف وفي رئيس لجنه مصري وجاي وانا قناعاتي الشخصيه دي مش موجوده. نعم. ولكنه هو بمجرد ان هو يتولى المسؤوليه خلاص هنسنده وهندعمه. كويس. حلو قوي. خليني بقى ابدا اتكلم معاك. اللي انا شايفه دلوقتي يا كابتن ياسر ان هناك حمله ضاريه من عدد من الساده خبراء التحكيم على الرجل، ولا يصلح وما ينفعش وما جيبش حد اجنبي وده عيب وعار على التحكيم المصري. ده انا قريته، ما حدش قاله لي او سمعته كمان يعني. طب ما هو الناس عندنا ما نجحتش، وانا قلت كلمه ارجو ان حضرتك قول لي كلامك كله غلط او كلامك فيه جزء من الصح او صح، اننا تنقصنا اهم شيء لدى الحكم
انا عارف انت هتقول ايه، بس انا بقول لك الثقه. انت هتقول لي الحمايه، انا موافقك 100%، بس لا توجد ثقه كمان عند الحكام. ما هي الثقه بتيجي من الحمايه يا كابتن. نعم. يعني ايه الحمايه؟ عشان بس برضو ايه يعني المصطلحات نعرف الناس بيها. الحمايه دي مش المقصود بيها ان واحد يبقى ماشي ورا الحكم وما يخليش حد يجي جنبه. نعم. الحمايه المقصود بيها ان يكون في قواعد، في لوائح، في عقوبات رادعه لكل من يتجاوز في حق الحكام. حلو. الحمايه دي هتسبب له ان هو يبقى عنده ثقه في نفسه، عنده ثقه في قراراته، عارف ان هو متدعم، عارف ان هو في وراه ظهر، وفي المقابل هو هيتحاسب. نعم. لما يخطا يتحاسب. الحاجه الثانيه ان الحمايه دي بتعمل هيبه. احنا ممكن بنتفرج على دوريات اوروبيه كتير، ممكن بنلاقي حكم مستواه الفني مش عادي، ولكن بنلاقي فيه حدود، بنلاقي فيه احترام، بنلاقي فيه التزام. ده نتيجه ايه؟ ممكن مش شخصيه الحكم بس، لا، ولكن نتيجه الخوف من العقوبات. نعم. تمام. فدي حاجه مهمه ودي مش موجوده. وبعدين بدأنا ان احنا نتكلم النهارده ان الحمايه مش موجوده، وان الانتقادات كتير، وان الهيبه بدأت نوعا ما تقل، وبدأت اللعيبه تتجرأ على الحكام، وبدأت الاجهزه تتجرأ على الحكام. النهارده ما فيش ماتش بيعدي غير لما الحكم بيخرج للجهاز، صح، او يطرد لواحد او ينظر لواحد. بس في نفس الوقت يا كابتن ياسر، انا بس مش هقول الاسم يعني، بس قصه معروفه يعني، كانت مباراه من يومين ثلاثه، انا النهارده حكم طالع من الملعب وفي لاعب اعترض عليا بشكل غير لائق، انا المفروض اتعامل معاه ازاي يا كابتن؟ بالبق ولا بالكارت؟ بالكارت. بالكارت. حلو قوي. بالكارت. لان في حاجه يا كابتن احمد. نعم. لازم برضو احنا كلنا نعيها، الحكم اقوى من اللاعب. لان الحكم اللي معاه السلطه. حلو. فلازم ان هو يبيد ويحسن استخدام هذه السلطه. تمام. احنا مش هنخش في جدال، ومش هنخش في نقاش، ومش هنخش في خناقه. تمام. ولكن انا معايا كارتين، كارت اصفر كارت احمر. حلو قوي. استنفذت الكارتين عندي. بعد كده تقريري بكتب فيه. اللاعب بقى يروح لجنه المسابقات يدوا له شوكولاته يقفوا سنه يقدموه، دي مش بتاعتنا. نعم. تمام. ولكن انا دوري كحكم. حلو. هو طيب. ورقه وقلم وكارت اصفر وكارت ممتاز أحمر. هل ينفع انا كحكم انه ما شفتش مثلا بره بيجي حكم يقول له شات يور ماو سيف البوك، ما شفتهاش، ما تتكلمش، ما بشوفهاش يعني، حتى في عز الماتشات ما بتبقى مولعه، ما بشوفش ده يا كابتن ياسر. ما تزعلش مني يعني، انا مش ند للاعيب يا كابتن ياسر، انا جاي اساعد اللاعب، جاي اديله حقه. ما ان انا اديلك حقك يبقى ان انا بساعدك، وبعدين اقوم جاي هبدك الكارت، وبعدين اقوم جاي مهددك تاني، ولو مش عارف ايه هعمل. ما انا معايا كارت، ما انت شايف انه اخطا، ما تديله اصفر وبعدين اديله احمر، واكتب فيه تقرير، وزي ما حضرتك قلت يكرموه او يوقفوه زي ما هم عايزين. ما هو ده برضه يا كابتن انا متاسف. وانا عندي درجه، وانا عندي درجه كمان يا كابتن احمد. فضل. انا عندي كمان درجه اللي هي التحذير. يعني انا ببدا بالتحذير، اللعيب ما استجابش ليا. نعم. ببدا بعد كده الخطوه الثانيه اللي هي الانذار، بعد كده الخطوه الثالثه اللي هي الكارت الاحمر. نعم. هي خبرات حكام وضغوط بيتعرض ليها الحكم، في حكم بيستثار فبيبقى ده رد فعله وده مش مظبوط، وفي حكم ثاني بيقدر ان هو يبقى هادي فبيتعامل مع الموقف على قده. هل الحكم ند للاعب ولا جاي لمساعده اللاعب ومساعده الحكم المنظومه؟ الحكم جاي يطبق القانون. تمام. وكل احترام لازم يطبقه. نعم. وفي المقابل لازم كل واحد موجود في الملعب يقابل الاحترام ده. ليه بشعر انه عندنا بعضا من الحكام انا نجم اكتر منك، وانت شايف نفسك ايه، ولا انت ما فاكر نفسك ايه حبيبي، ده انا فلان الفلاني، وفي المقابل اشوف الحكم الاسباني ايا كان الناس بتختلف او تتفق على قراراته، ده ما يهمنيش، لكنه هو زي ما حضرتك قلت انا جاي ادي لك حقك، وبشوف بطولات اوروبا، بشوف بطولات عالم، وبشوف دوريات اوروبيه كبيره جدا، والدنيا بتبقى نار، ومع ذلك الاحترام ثم الاحترام ثم الاحترام. ليه هنا بحس انه البعض عايز يبين للناس انه نجم وان كتفه عالي، وحتى لما يروح الفار تلاقي كتفه طالع فوق وكتفه نازل تحت وعامل كده، وخلينا شويه ونستنى شويه وهكذا. مش هنمسك، بص يا كابتن احمد، مش هنمسك الحكام بس ونقول عليهم ان فضل. ان بعض فيهم تمام عايز يبقى هو الاعلى، ولكن هنقول ده برضو موجود في اللاعبين وبرضه موجود بالاجهزه الفنيه. تمام. فده موجود. بس انا معايا الكارت يا كابتن، انا معايا وبمنتهى الادب والاحترام. اتفضل. انا يا كابتن انا مره انا متاسف. حضرتك ذكرت مثلا دلوقتي وقلت الحكم الاسباني. تمام. هل حضرتك كنت شايف ان سلوكيات اللاعب المصري مع الحكم الاسباني زيها زي سلوكياته مع الحكم المصري؟ لانه فرض شخصيته واسمه واحترامه من بدايه الماتش يا كابتن، ما تزعلش مني.
قعد لعيبه الاهلي يقعوا اول الماتش، وقعوا ثلاث اربع مرات، قوم قوم قوم. كره في الزمالك ثلاث اربع مرات، قوم 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 قوم. خلاص عرفوا شخصيه الراجل، فهو بيفهموا شخصيه الراجل قدامهم، وبالتالي بيشتغلوا على اساسها. يا كابتن زعلش مني يعني، مش هختلف نعم حضرتك، ولكن احنا عارفين دايما ان اللاعب المصري بيبقى متجاوب اكتر مع الحكم الاجنبي، ودي مشكله عندنا. ما المطلوب عندنا. ما المطلوب عشان تجربه كلاتنبرج تنجح وتنفع مع التحكيم المصري، ولا لمده سنه؟ لا، هو مطلوب حاجات كتير جدا. نعم، هو الاول بدايه التجربه، هو ايه دوره؟ نعم، ده سؤال نعم. مهم. ايه اختصاصاته؟ نعم. ايه سلطاته؟ الاهم ايه حدوده؟ علاقته ايه برئيس اللجنه؟ علاقته ايه باللجنه؟ كل دي اسئله مهمه. لو عرض على ياسر عبد الرؤوف انه يجي رئيس لجنه في وجود كلاتنبرج، هترفض ام توافق؟ خلينا كابتن احمد نتكلم ان في رئيس لجنه محترم موجود حاليا. كابتن انا بقول لك لو عرض، هو الراجل طلع على الهواء قال انا مش هشتغل معاه، وانا رجعت قلت ان الموقف اتعدل امبارح، وقد يستمر وقد لا يستمر، لكن انا بقول لك فيما لو، بس فيما لو المكان فضي واتعرض عليا بمنتهى البساطه. اهم ما في الموضوع احنا كلنا عايزين المنظومه تنجح. اول اس النجاح ان كل واحد يعرف ايه اللي ليه وايه اللي عليه. نعم. النهارده حضرتك بتتكلم في مكان في رئيس لجنه. نعم. رئيس لجنه دي يعني بوزيشن، يعني اباطره وعباقره واسماء كبيره قاعدوا في المكان ده. نعم. فاحنا لازم نحافظ على سلطات المكان ده. بمعنى ان رئيس اللجنه هو رئيس اللجنه، له كل الهيبه وكل الاحترام. نعم. رئيس لجنه، انا ما بتكلمش على ياسر، انا بتكلم على البوزيشن. تمام؟ ده لازم يكون موجود، لازم يكون في تنسيق ما بين الاثنين. اي بقى رئيس لجنه موجود لازم يكون في تنسيق بينه وبين كلاتنبرج. نعم. لازم يتعرف ايه يعني مين هيتعامل مع الحكام، وهيتعامل مع الحكام في ايه. كابتن احمد، لو الحكام النهارده اتعاملت مع اثنين تمام، هيبقى الموضوع صعب قوي. صح، انا موافقك وبكتفي بهذا القدر، لانه الكلمه الاخيره دي مهمه جدا. حكم يعرف هو هيتعامل مع مين. رئيس اللجنه يتعامل مع كلاتنبرج اتس اوكي، لكن الحكم لا يتعامل الا مع واحد. لكن الراجل يدي محاضرات، والراجل يوجه، و يا اما تعيينه رئيس لجنه حكام.